ما الدوافع الحقيقية وراء غضبة الأحوازيين ضد النظام الإيراني؟ وهل يحمل توقيت الاحتجاجات دلالات؟ ما فرص توسع تظاهرات الأحوازيين لتشمل مدناً وأقاليم أخرى في إيران؟ كيف هو الموقف العربي والدولي مما يجري في إيران؟ وكيف ستتعامل سلطات طهران مع مطالب الأحوازيين؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان الأحواز هبة ذاكرة.